Well, a very good evening and welcome. Salam alaikum. مساء الخير لحضراتكم جميعا. السلام عليكم. أهلا وسهلا. نرحب بحضراتكم في سلسلة حوارات المعرفة الشمول المالي توسيع نطاق الفرص. اسمي ريتشارد دين. أنا مذيع في راديو دبي آي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويسعدني أن أتواصل مع حضراتكم اليوم كمشرف وعريف لفعالية اليوم. أشكر حضراتكم وأشكر المنظمين، الأشخاص الذين جعلوا هذا الأمر كله ممكنا. إن سلسلة حوارات المعرفة تنظمها من ناحية مؤسسة معبر ناشد المكتوم للمعرفة، وكذلك أيضا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. شكرا جزيلا على دعوتنا لهذه الفعالية ولعقدها اليوم. إذن أولا أتحدث عن بعض الأمور التنظيمية البسيطة. هناك خدمة الترجمة الفورية متاحة لحضراتكم باللغة العربية لمن يرغبون في الحصول على الترجمة الفورية. لن أعطيكم الكثير من التفاصيل عن ذلك، فهذا أمر غاية في البساطة، وهذه ليست أول جلسة من سلسلة حوارات المعرفة، لكن يمكن أن تكبسوا على علامة كوكب الأرض وتختاروا اللغة العربية. الأمر الآخر الذي أود أن أوضحه لحضراتكم أنني صحفي، لذا فلدي مئات الأسئلة للمتحدثة، لكن أفضل أن أحصل على أسئلة من حضراتكم مجددا. أنتم تعرفون كيف تقيم بذلك، استخدموا خاصية الأسئلة والإجابات باللغة الإنجليزية أو باللغة العربية، ولدينا فريق جاهز وفريق الترجمة الفورية موجود، ولدينا فريق في لبنان أيضا معنا، وبالتأكيد سيكون هناك إجابة على أسئلة حضراتكم حتى لو كان باللغة الفرنسية، فنادين تتقن الفرنسية أيضا. أود أن أقدم لحضراتكم متحدثنا لهذه الليلة. متحدثنا الليلة تعمل مع مؤسسة سيج جاب، وهي مؤسسة دولية لمساعدة الفقراء، وهي تعمل بالتعاون مع البنك الدولي وتعمل على تعزيز دور مؤسسة سيجاب في العالم العربي مع عدد من الشركاء بما فيها الجهات التنظيمية ووضع سياسات والمتبرعين ومختلف المؤسسات الإقليمية والدولية، كما أنها تعمل في مجالات تنسيق الجهات المانحة وتعزيز الجهود الخاصة بها، والهدف الأساسي لها دائما هو الشمول المالي. تنضم إلينا الآن وفي حوار اليوم، ولقد انضمت إلى مؤسسة سيجاب منذ عدة سنوات ولديها خبرة تربع على 10 سنوات في العمل في المصارف كمستشارة وخبيرة في هذا المجال، كما أنها تحمل درجة ماجستير إدارة الأعمال، وهي تتقن اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية. إذن هي يمكن أن تجيب على أسئلة حضرتكم، وبالطبع بهذا أود أن أقدم لحضرتكم متحدثنا الليلة. لنرحب بنادين شحادة. شكرا ريتشارد، سعيد للغاية بتواجدي مع حضرتكم اليوم، أشكركم على ذلك وأتطلع قدما لهذه الجلسة. سوف أتشارك معكم في شاشتي وأبدأ في شرح بعض الأمور عن عملنا فيما يتعلق بالشمول المالي. دعوني أولا أبدأ بمحاولة الإجابة على السؤال ما هو الشمول المالي؟ لماذا نركز عليه ولماذا هو أمر هام بالنسبة لنا؟ المشكلة التي نحاول حلها هي مشكلة يعاني منها 1.7 مليار شخص ليس لديهم القدرة للحصول على الخدمات المالية، وبالطبع بالتأكيد هؤلاء الأشخاص ليسوا في قمة الأشخاص الذين يكسبون مبالغ كبيرة من 100,000 أو إلى مليون دولار أو من 10,000 إلى 100,000 دولار، بل الأشخاص الذين هم دخلهم أقل من 10,000 دولار سنويا. وتلك هي الشريحة الأولى التي نركز عليها، هي المشكلة التي يواجهونها. كيف نعرف أن هناك 1.7 مليار شخص لا يستطيعون الحصول على الخدمات المالية؟ وبالتالي عندما نتوقع أن تكون الجلسة من النتائج ستعلن في الأعقاب المقبل عن تلك الإحصاءات، لكن هناك حوالي أكثر من 140 دولة و200 مؤشر في مسألة الوصول للخدمات المالية. وكما يمكن أن تعرف ذلك، فنرى في هذه الشريحة أنه كان هناك بعض التقدم الذي تم إحرازه، ومنطقة الأعقاب العربي موجودة في الجزء الأقل في هذا العالم في هذا التقسيم، بينما الدول الأغنى موجودة إلى اليسار. ونرى أن بالتأكيد هناك دول مجتمع خارجية التي لديها مستوى أعلى من القدرات المالية والشمول المالي مقارنة ببقية أرجاء المنطقة. إذن إجمالا في هذه المنطقة نحن نتحدث عن أن لدينا
أكثر من 150 مليون شخص بالغ ليس لديهم حسابات بنكية. إذا نتحدث عن أن المشكلة التي نرغب في حلها هي الوصول إلى الخدمات المالية للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. لدينا الكثير والكثير من الأشخاص في الدول النامية تحديداً الذين لا يستطيعون أن يمولوا النمو والاستثمارات والحصول على رأس المال. عندما ننظر في الأعمال الصغيرة والأعمال المتناهية الصغر في الدول النامية، هذا يمثل ربما 98% من إجمالي الشركات، ولدينا مشكلة كبيرة في التمويل في هذا الصدد. لو نظرنا مجددا في منطقتنا تحديدا، بالحديث عن 90 مليون شخص من البالغين يستعيرون أموالا خارج النظام المصرفي، 20% من تلك الأموال المقترضة هي للأعمال المتناهية الصغر. لننظر في هذا المجال أود أن أستعرض معكم صورتين. هذه صورة من مزرعة في بيرو يرغب في الحصول على الخدمات المالية. كيف يمكن الحصول على الخدمات المالية أو الخدمات المصرفية في هذا الصدد؟ أولا، هذا معناه أن المشية التي ترونها هنا هي منتجة ويمكن أن تكبر، والمنزل يمكن تحسيره، ويمكن أن يكون لديه يبني اسطبل جديد، وبالتالي يستطيع أن يرسل أطفاله إلى المدرسة. ما نعرفه من هذه الدراسة التي أجريت منذ حوالي 10 سنوات أن هناك مشكلة بالنسبة لهم في حقيقة الوصول للخدمات المالية، على الرغم أنهم نشطين للغاية في المشروعات الصغيرة، وهم يستعيرون ويقومون بإدارة الأموال وكل ذلك في وقت واحد. يحتفظون بالأموال في المنزل، أحيانا يحتفظون بالمنزل يحتفظون بالأموال في المنزل أو في مؤسسة معينة، ويحاولون الحصول على هذه الخدمات بصورة رسمية لكي يكون هناك استدامة لهم على المدى الطويل. والأمر يتطلب منهم جهدا كبيرا، وهذا بالطبع يكلفهم الكثير من المشكلات في التفكير في هذه الأمور بصورة يومية، بينما يعانون من مشكلات أخرى. إذن هل ترغبون في أن نواصل؟ سوف نتوقف لحظة هنا لنديد فقط لنشرح للناس والمتابعين ما سنقوم به. أنا سأقوم بتقسيم هذا الأمر الأول. لنديد لديها 4 أو 5 موضوعات لتغطيها. لقد غطت الموضوع الأول هنا، وهو النظرة العامة على المشكلة، وبالتالي ربما نتطرق إلى الحلول لاحقا. لكن أولا، لدينا بعض الأسئلة التي بدأت تتدفق علينا بالفعل فيما يتعلق بالأسئلة والإجابات. سؤالي الأول هو: التمويل المصغر هو موجود على هذه الشريحة، القروض المصغرة وحسابات التأمين على الحياة وغيرها. لابد أن أعترف أنني كصحفي في مجال الأعمال عندما أفكر في التمويل المتناهي الصغر أفكر في بنك جرامين وبنغلاديش، ولا أفكر في العالم العربي مباشرة، المنطقة التي أعيش فيها. هل فاتني شيء ما؟ هل هناك ربما سوق للتمويل المصغر موجود بالفعل في الشرق الأوسط كما هو موجود في بنغلاديش وغيرها من دول العالم، أم أننا بعيدون عن ذلك إلى درجة ما؟ سؤال وجيه للغاية بالفعل. أشكرك على هذا السؤال. الإجابة المباشرة هي نعم، في الدول النامية في جنوب الصحراء، بداية من المغرب وصولا إلى مصر ولبنان وسوريا وصولا إلى اليمن أيضا، لدينا مؤسسات للتمويل المصغر. بعضها لديها أفضل الممارسات وهي من أفضلها في هذه المنطقة، ولدينا مؤسسات في مصر أيضا بها تغطي مئات الآلاف من العملاء، لكن ما لا يتوفر لدينا كثير منه في هذا الجزء من العالم، وهو أمر نحتاج إليه للغاية، ونعرف ذلك من خلال العمل مع الفئات الأقل دخلا. أنه أولا لابد أن أول خطوة قبل أن تحصل على قرض هي يكون لديك مدخرات، وليس لدينا آلية في المنطقة تسمح للدول الأقل دخل تسمح للأسر الأقل دخلا أن تدخر مبالغ صغيرة. إن التمويل المصغر في الصدد مفقود لدى دولتان في اليمن وسوريا يفتقدان إلى ذلك أيضا. نعم، شكرا لك على التوضيح. دعونا ننتقل إلى الجزئية التالية. أشجع الناس على إرسال الأسئلة في الأسئلة والإجابات بأسرع وقت ممكن. سيكون هناك وقت مخصص للإجابة على الأسئلة لاحقا، لكن أعلم أن نادين ترغب في إجابتي على أسئلتكم في أبكر وقت ممكن. إذا استخدموا خاصية الأسئلة والإجابات هنا للإجابة لطرح الأسئلة. نعم، نحاول حقيقة أن نربط ما نقوم به فيما يتعلق بالشمول المالي بأهداف التنمية المستدامة، وأن نحاول أن نجيب على هذه الأسئلة ومسألة الشمول المالي، ونترتبط بالأهداف التنمية المستدامة الموجودة هنا.
هنا عبارة عن ممكن ومحفز لمعظم الأهداف مثل الأهداف من 13 إلى 17. أعطيكم عدة أمثلة هنا. أولها مثلا مسألة مكافحة الفقر. نعرف حقيقة أن الخدمات المالية تساعد بالفعل الأسر منخفضة الدخل في تخفيف الصدمات المالية، لأن الشخص منخفض الدخل ليس معناه أنه يحصل على شهر في يعني يحصل على راتب في نهاية الشهر، ربما يحصل على دخل يومي لكن قد لا يحصل على وظيفة أكبر أو ما شابه. وكذلك أيضا هذا معناه أنك بالطبع تنفق أموالا يوميا، وبالتالي هؤلاء الأشخاص يحتاجون إلى ادخار بعض الأموال لمساعدتهم في سداد مصاريف تعليمهم إلى ذلك. عندما ننظر في الهدف الثاني وهو القضاء على الجوع، نعلم أيضا من الدراسات مجددا التي أجريناها أن الحصول على خدمات للادخار يخفض من احتمال التعرض للجوع، وخاصة بالنسبة للمزارعين والأشخاص الذين يعيشون في مناطق ريفية. أتحدث أيضا عن أحد الأسباب الرئيسة لماذا يظل الناس فقراء. يمكن أن تتخيل في الدول النامية التأثير الموجود لو أن الشخص لديه حساب واحد ادخاري. أنا فقط المرتبطة بالصحة مثلا لو انكسرت رجل الشخص لا يستطيع أن يعمل على مدار 3 أشهر، والجائحة بالطبع مثال واضح للغاية لمثل تلك الأمور، فالكثير من الأشخاص اضطروا للعودة للمنزل بينما لم يكن لديهم أي مدخرات. ما الذي تفعله في هذه الحالة؟ كيف تأكل وتشرب يوميا؟ إذا تلك هي 3 أمثلة سريعة، لكن أيضا أود أن أوضح أن لدينا بالطبع كل ما نقوم به من إنجازات موجودة على موقعنا. كذلك أيضا لو عدنا خطوة إلى الوراء أشارنا إلى التمويل المصغر، والتقيت البروفيسور يونس عام 2006. ما كان يمثل مؤسسة الشمول المالي؟ بدأت حقيقة بالتمويل المصغر هناك، ومن ثم بجائزة نوبل عام 2006 كان هناك كانوا يكافئون عملا دؤوب لمدى 20 أو 30 عاما لتقديم الخدمات المالية للفقراء. وبالتالي منذ ذلك الوقت أكثر الأدلة وضوحا في الرصد جاءتنا من كينيا، حيث 2% من الكينيين خرجوا من الفقر بسبب الحسابات التي تفتح عبر الهاتف الذكي والتأثير الكبير لها. كان هناك الكثير من التأثيرات لذلك، أولها أن هذا مكنهم من الحصول على الخدمات المالية، وكذلك أيضا 90% من الكينيين الذين تمكنوا من الحصول على حسابات بنكية تمكنوا من دفع سداد دفعات مصغرة. إذن وكما ذكرنا من قبل، الأمر الثاني أن هذا يمكننا من دعم العمالة اليومية، وكان ذلك أمرا أكثر كفاءة على المستوى الاقتصادي. بالتأكيد كان هناك الكثير من التقلبات في هذا الصدد والتاريخ الخاص بالأسواق المالية، لكن نعلم من خلال أبحاثنا أن الخدمات المالية والمصرفية تؤدي إلى أولا مساعدة الناس على تعزيز المؤونة لديهم وامتصاص الصدمات، والجائحة تمثل خير مثال لذلك. كذلك أيضا الخدمات المالية أيضا في حد ذاتها لا تكفي بالطبع، إنها مجرد إحدى الممكنات الأساسية، وبالتالي هي ممكن أساسي للأهداف التنمية المستدامة. كذلك أيضا لابد من أن يكون هناك رأس مال وقدرة مالية وما شابه، لابد أن يكونوا قادرين على العمل في ظروف أو في دولة تمكنهم من أن يتجنبوا صدمات عدم الاستقرار الواسعة المنطقة على مستوى الدولة. هذا كله بالطبع يعزز من الفرص الموجودة لديهم. ما نراهم الآن هو سلسلة التغيير التي طورناها في سي جاب على مدار 20 عاما من خلال عملنا في الشمول المالي. نادين شكرا لك جزيلا. الأسئلة تتدفق، لا أعلم كذا لكم أسئلة في هذه المرحلة. نعم لدينا أسئلة بالطبع في هذه المرحلة. الدكتور إلياس كتب: هذا شرحت لنا الارتباط بين الخدمات المالية وزيادة الخدمات المالية من ناحية وخفض معدلات الفقر. أعتقد أنك قد أشرت إلى هذه النقطة بشكل جيد، يمكن أن أعود إلى ذلك لاحقا، لكنني أعتقد أنك أشرت إلى هذه النقطة بشكل جيد. لكن ما سأشير إليه حقيقة هو سؤال من حنان في مصر. مرحبا حنان، أشكرك على هذا التقديم. تقول: ماذا عن الشمول الرقمي؟ هل يمكن أن يكون هناك شمول مالي دون أن يكون هناك شمول رقمي للحصول على تلك الخدمات عبر الإنترنت؟
سؤالين ممتازين حقيقة. السؤال الأول ومجددا مسألة توفر هذه النقاط، وبالفعل أطلب الدكتور إلياس أن يطلع على هذه النقطة. نحن نقوم بأمرين اثنين بالفعل، وهما إعطاء الناس خيارا في أن يكون هناك لديهم خيارات مالية للإدخار أولا، حتى لو كانت مبالغ صغيرة، لكن هذا يعزز من مؤونتهم. ثانيا تمكن الناس أيضا من أن يكون لديهم مصدر آخر للأنشطة فيما يتعلق بالعمل. وهذا ما شاهدنا حقيقة أن هناك من يبتعدون عن مجال الزراعة لبدء مجال الأعمال، لأنهم يستطيعون أن يقوموا بجعل المعاملة بصورة أسهل، ويستطيعون الاستثمار، ويستطيعون أن يقوموا بتسديد الدفعات وألا يسددوا شيئا ربما يستغرق كل مدخراتهم. إذن هذا غير الأمور من ناحية بالطبع. وكان هناك دراسات عن ذلك متنوئة أشهر عاما، بالطبع هذا يشكل فارقا في حياتهم. فيما يتعلق بسؤال حنان، سؤال حنان بكلمة مختصرة، إنه عن الشمول الرقمي، كيف يمكن أن يكون لدينا الشمول الرقمي، كيف يمكن أن يكون لدينا شمول مالي دون شمول رقمي؟ سوف نصل إلى ذلك الأمر حقيقة، لكن هناك بالتأكيد مخاطر ترتبط بعدم وجود شمول مالي للناس، لأن معظم القرارات المالية اليوم تتم بصورة رقمية بشكل متزايد. إن نموذج التمويل المالي حقيقة نموذج للمس المباشر، حتى لو كان هناك بالفعل ليس لديك ممتلكات لتقديمها كضمان للقروض، الناس ليس لديهم هذه الرفاهية، لكن هذا النموذج يرتكز بشكل أساسي عن وجود أشخاص يتواصلون مع غيرهم ويحاولون فهم احتياجاتهم ومن ثم توفير هذه الخدمات لهم. في العالم الرقمي تفقد هذا النوع من التلامس المباشر. إذن كيف يمكن تقديم الخدمة التي تستخدم لتحقيق هذين الأمرين، لتعزيز المرونة لتمكين الناس من تحسين حياتهم بصورة رقمية؟ سوف نتحدث في الجزئين المقبلين عن هذه النقطة، ونتحدث عن ما الفارق بين هذين الأمرين. شكرا لك. دعونا نمضي معنا. محمد خالد يطرح سؤالا بسيطا وهاما ويقول: مرحبا، ما هي عيوب التمويل المصغر؟ نعرف المزايا، لكن ماذا عن العيوب؟ أعتقد أن نديس مفترق لذلك الأمر. دعونا نمضي قدما. نعم، يسعدني أن أطرق إلى مسألة عيوب التمويل المصغر، لكن دعونا نقول ما هي مؤسسة التمويل المصغر وكيف يمكن أن نجيب على هذا السؤال. بالنسبة لي أنا أن هناك رابط هام للغاية بين القطاع الذي تتعامل معه، ربما لا ترى يوميا لكن تتفاعل معه، لكن بالنسبة للحكومة ليس لديك وسيلة للوصول بالمؤسسة الرسمية لهؤلاء الأشخاص. إذن مسألة تقديم الدخل أو في الخدمات المصرفية لأشخاص ذوي دخل بسيط وتقوم بذلك بصورة مسؤولة، هذا معناه أن وهذا أمر غاية في الأهمية أن نعرف تماما ما المقصود ب رشيد هذه الأمور، وأن تكون هناك مؤسسة تتصرف بصورة رشيدة أم لا. نقوم بذلك بصورة مستدامة، وهذا ليس معناه أن لديك اليوم وصول لتلك الخدمات وغدا ليس لديك وصول لها. إذن التمويل المصغر، حدثنا من قبل عن أن هناك 1.7 مليار شخص لا يستطيع الحصول على هذه الخدمات، لكن 80% هذه الفئة من النساء وغالبيتهم في المناطق الريفية لم يصلوا إلى هذا المستوى. لذا هذا من بين العيوب التي يعانون منها، لأنه منذ 30 عاما لكننا لا ننمو بسرعة المطلوبة أو السرعة التي نرجوها. هذه النقطة الأولى. إذن هذا الوعد حقيقة قد اجتذب مسألة النمو في هذا الصدد. تذكر أننا في عام 2000 لم يكن لدينا عدد كبير من تلك المؤسسات. في هذه المرحلة لدينا 35 مليار دولار في التمويل المصغر لتلك المؤسسات بصفة عالمية. هذا يمثل إنجازا كبيرا، بداية من انطلقنا من صفر منذ 20 أو 30 عاما وصولا إلى هذا الحجم. إذن التحدي بالنسبة لمؤسسات التمويل المصغر هي أن لديهم آلاف من هذه المؤسسات، معظمها صغيرة، بعضها متوسط الحجم يصل إلى حوالي 100 ألف مستفيد، وعدد صغير من الغاية لديهم من يقترض بقيمة مليون دولار فما أكثر. إذن
مسألة انتشار حجمها نظرا لأن هذا يمثل أمر يتطلب عمالة كثيفة لا يعطيك مخرجات كافية كما هو الحال عندما تكون لديك مؤسسة ضخمة. لذلك بالفعل هذا الإطار الكبير من العمل. إذن معظم هذه المؤسسات ليست قادرة على توفير منتجات كافية وليست قادرة على أن يكون لديها المؤونة الكافية، ولقد شهدنا ذلك خلال فترة تفشي جائحة كوفيد-19. بكل بساطة لو أنك في مؤسسة ضخمة للغاية فأنت تجني أرباحا بأكثر من ضعفي هذا ونصف، لكن حتى لو أنه في كنت في وقت الجائحة سوف تبدأ في تعويض خسائرك، لكن المؤسسات الأضعف تأثر بصورة بالغة. نعلم أن من يحصل هناك من يحصل 60% بتكلفة أقل بالنسبة للمؤسسات الضخمة، وبالتالي هذا الادخار وهذا التوفير حقيقة في التكاليف ينفع العملاء. كان هناك الكثير من الدعاية السلبية في الماضي فيما يتعلق بالتمويل المصغر، وهذا صحيح. ما نعرفه أن التمويل المصغر ليس متاح للجميع، إن أفقر الفقراء يحتاجون إلى خدمات مختلفة عن ذلك، يحتاج لأن تأكل وتشرب، تحتاج إلى الاستقرار، تحتاج إلى مهارات، تحتاج إلى الأمن، وساعتها يمكنك أن تنتقل إلى مرحلة تكون فيها نشط اقتصادي بصورة أكبر، ويمكن أن تستفيد من التمويل المصغر، خدمة التمويل المصغر. هذا الأول. كان هناك بعض الدعاية السلبية مرتبطة بالأشخاص الذين أصبحوا غارقين في الديون، وهنا نتحدث عن التمويل المسؤول والرشيد، وهنا لابد أن نميز بين المؤسسات التي تحاول أن تخفف من الضغوط على هؤلاء الفقراء وتتأكد من أن الأشخاص الذين يعملون معهم لا يدخلون في مشكلات بسبب الخدمات المالية التي يحصلون عليها من مؤسسات أخرى لا تتبع تلك الممارسات. إذن بالنسبة لي كممارسة في هذا المجال هذا يمثل خبرة تطويرية وتنموية رائعة. شكرا جزيلا لك. الكثير والكثير من الأسئلة تتدفق علينا. محمد رسول قال بالفعل أؤكد على ما قال له محمد خالد من قبل فيما يتعلق بعيوب التمويل المصغر، أعلم أنك أشرت إلى ذلك، لكن محمد رسول يستخدم كلمة الفخ. كيف تتجنب سقوط الناس في فخ لا يمكن أن يخرجوا منها؟ يمكن أن يكون لدينا مؤسسات مسؤولة، لكن مسألة الديون وإغراء الديون يكون موجوداً أليس كذلك؟ يبدو أنها أموالاً مجانية، شجرة أموال تظهر بكل سرعة. محمد رسول يقول كيف نتجنب السقوط في فخ الديون؟ سأخبرك كيف نقوم بذلك. عادة وبتعريف الأمر إذا كنت توفر خدمات للائتمان لابد أن يكون هناك تقييم إيجابي أولاً وفعال، لابد أن نكتشف ونعرف عندما يكون هناك شخص ما في مشكلات أنهم يتحدثون مع بعضهم البعض ليس كذلك؟ كيف حالك؟ كيف حال أعمالك؟ يتحدثون هكذا. وخلال فترة الجائحة مجدداً الكثير من العملاء قالوا لا نستطيع أن نسدد الديون لأن محلنا وأعمالنا مغلقة، وكان هناك عمليات إعادة جدولة، لكن بالطبع لا ترغب أن تقوم بذلك. بالتأكيد يمكن أن تكون مقدم خدمات مالية سيئة وتقول إذن أنت لا تستطيع السداد ولديك ضمان عبارة عن شيء صغير يمكن تسييره، وفي هذه الحالة إذن لا يمكن أن تقوم بأساس أشياء كثيرة لجمع الأموال، لكن تحاول أن تحصل على أي قدر من الأموال متاحا في هذا الصدد. إذن هذا ما التمويل المصغر. ثانيا لديك دائما التشريعات، وهنا دائما نقول إن قطاع التمويل المصغر بدأ ينمو وبدأ يكون منظما بشكل أكبر، ولدينا قواعد لحماية المستهلك تجعل الناس يقولون نعم أنا في مشكلة، أواجه مشكلة في السداد. إذن القطاع المصرفي أيضا يقوم بدعم هذه الخدمات. البعض يسيء استغلال الخدمات المالية، لكن معظم الناس أنت تعطيهم خيارا، وعندما نتحدث عن أن الخدمات المالية قد أنشئت تحديدا للأشخاص الذين هم في ذلك الفخ بالفعل من مقرض الأموال، ساعات وأنت لا ترى ما يحدث عندما يتم ذلك على الأشخاص وليس لديك أي أطر تنظيمية. إذن التمويل المصغر جاء ليضع نهاية لذلك الفخ الذي كان موجودا في الماضي في الهند وفي بنغلاديش، كان الدين ينتقل من جيل لآخر. إذن هذا كان يمنع الناس من الخروج من الفقر. إذن ذلك الوعد الذي قدمناه فيما يتعلق بتقديم خدمات داعمة للنمو والوفاء باحتياجات الناس حقيقة، إن التمويل المصغر كان ناجحا في وجهة نظري في ذلك الصدد.
الكثير من الأسئلة تأتي إلينا الإفصاح الكامل. نتحدث الآن عن الأسئلة التي جاءت باللغة الإنجليزية التي استطيع أن أقرأها بسرعة، لكن لا تقلقوا كما ذكرت من قبل في بداية هذه الجلسة لدي فريق من الأشخاص يعملون على ترجمة الأسئلة المطروحة باللغة العربية لنطرحها أيضا على نادين. إذن سنصل لتلك الأسئلة، أعتذر عن ذلك لكني أعدكم أننا سنصل للأسئلة المطروحة باللغة العربية. لكن أولا لدينا عدة أسئلة هي ترتبط بالحوافز الخاصة بالربح بالنسبة لمقربي الأشخاص في المشروعات الصغيرة. يسأل هنا عن ما هو أكبر تحدي بالنسبة لمؤسسات الإقراض، هل هي لأن الأرباح التي يجنونها ليس كافية؟ هذا سبب عدم وجود كثير من تلك المؤسسات تعمل في السوق؟ هناك هذا يرتبط بسؤال آخر من شرف الدين. شرف الدين يقول ألا ينبغي أن تكون تلك مسؤولية المؤسسات المالية الدولية؟ أنه يفكر أيضا في مؤسسات مثل البنك الدولي وغيرها في أن توفر التمويل المصغر حيث يكون الحافز الحقيقي للربح ليس كبيرا، وأن يكون عملها ليس مبنيا على مسألة تحقيق الربح. كيف نتعامل مع هذه القضية المرتبطة بالحافز في تحقيق الربح بين من يقومون بتقديم القروض والخدمات الائتمانية المصغرة؟ نعم ممتاز، دعني أجيب على السؤال الأول. إن جوهر ما نقوم به حقيقة نعم منذ مستهل أيامنا كان حقيقة هو تقديم نموذج أعمال يناسب التمويل المصغر. إذا رغبت في ذلك الشركة أنت تعمل، سواء كنت منظمة المجتمع المدني أو شركة أو كنت مصرفا أو ما شابه لا يهم، هناك مفهوم أساسي لابد أن يكون موجودا فيما يتعلق بالتحقيق فيما يتعلق بالجوانب المحاسبية وما إلى ذلك. إذن ألا تكفي الأرباح؟ أقول الأرباح ترتبط بتغطية التكاليف، وتكاليف التمويل المصغر هي تكاليف ثلاثة. أولا تكاليف تشغيلية وهي غالبية التكلفة بالنسبة لك. الأشخاص الذين يذهبون في الشارع ويتجولون هم لا يجلسون في مكاتب وينتظرون ليأتيهم العملاء، هم يسيرون في الشوارع وفي الأسواق في الهند وفي بنغلاديش وغيرها من الدول ويتحدثون مع الأشخاص ورواد الأعمال ذوي الدخل المنخفض، ذلك هو الجزء الكبير من التكلفة. كذلك أيضا مسألة المكاتب وما شابه وأنظمة المعلومات وما إلى ذلك. التكلفة الثانية الموجودة لديك هي بالتأكيد مسألة أن هذه ديون ليس لديها ما يغطيها من أصول، وبالتالي قد تكون هناك بعض الخسائر، وعادة ما تكون تكلفة بسيطة لأن الفقراء حقيقة يميلون بشكل كبير إلى سداد ديونهم. إذن مسألة هذه المعادلات في التمويل المصغر تصل إلى 3-5%، بينما في بطاقات الائتمان معدل عدم السداد يصل إلى 10-11%. التكلفة الثالثة هي التكلفة المالية العملية. إذن ما أن تستطيع أن يكون لديك منتج يغطي هذه التكاليف، فنتحدث هنا بشكل أساسي الخدمة الأهم بالنسبة لنا هي الادخار، وهذا يفتح آفاقا جديدة تماما بالنسبة للأرباح وبالنسبة للتكاليف والمصاريف. لو تحدثت عن القروض فقط لابد أن تكون قادما على أن تغطي تكاليفك من خلال المصاريف أو المصروفات التي تتقاضاها، بعدها يكون قرار الإدارة في مسألة تحقيق الأرباح. إذن الأرباح لا ينبغي يكون هو سبب إنشاء أو سبب عدم انتشار مؤسسات التمويل المصغر. إنها بدأت تنتشر حقيقة لكن مجددا إنها عملية تطلب الكثير من الموظفين والعمالة، إذا لابد أن ترسل عشرات الأشخاص، وهؤلاء الأشخاص يقومون بإدارة المنظمة العامة وهم لدي معهم ما بين 100,000 إلى 200,000 عميل، فعليهم أن يزورهم على الأقل مرة واحدة شهريا ويعرفوا من هم وماذا يفعل هؤلاء العملاء. لا تستطيع أن تتخطى تلك النقاط، لابد أن تضيف المزيد والمزيد من الموظفين، هذا معناه تدريب الموظفين الجدد وهذا يستغرق وقتا طويلا بالطبع. وهنا نأتي إلى الجزء الآخر المرتبط بالعرض التقديمي هنا وهو التمكين الرقمي، وهذا سؤال تطرقت إليه حنان من قبل. أليس هذا هو دور المجتمع الدولي؟ المجتمع الدولي تأخر كثيرا في مواكبة تمويل في مواكبة التطور في تمويل المصغر. إذن هذا أمر يقع على عاتق المجتمع الدولي. كنا بالفعل نتشارك في أفضل الممارسات ونكتب عن الخدمات المالية ونفهم السلوكيات ونفهم نماذج الأعمال، لكن أيضا نفهم الجوانب التنظيمية والهيكلية التي ينبغي أن ترتبط به. هناك أيضا الكثير من المرتبط ذكرتم شرح العادة التقديمية هنا من قبل قد أشرت إليها، والتي ترتبط بالاستثمارات التي قام بها المجتمع الدولي
ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الموجودة، إنها مختلفة تماما بطبيعتها. الأشخاص الوحيدين الذين يستطيعون خدمة الآخرين في أي دولة هم المؤسسات التي تنضبط وفقا لقوانين الدولة تلك. إذن نرى أن المؤسسات التي يتم إنشاؤها أحيانا من خلال مساعدة المجتمع الدولي، أحيانا يتم تمويلها على المدى الطويل من خلال مؤسسة المجتمع الدولي، لكن من الذي سيسير في الشوارع ليتحدث مع الأشخاص العاديين؟ لابد أن يكونوا أشخاصا من نفس المجتمع ومن نفس الدولة. إذن لهذا يعمل الأمر بهذه الصورة، لابد للمؤسسات المحلية أن تخدم المواطنين المحليين. نادين، السؤال التالي أحيله إليك، إنه سؤال عن ربما سؤالك أنت الذي أشرت إليه من قبل في هذه الشريحة. ما هو الوعد الدي اف اس؟ تفضلي. إن عالمنا مليء بالاختصارات، لن أفترض أنه يختلف عن أي صناعة أخرى. هنا نتحدث عن دي اف اس أو الخدمات المالية الرقمية. الخدمات المالية الرقمية دي اف اس نتحدث عن انتشار وتوسعة نطاق التمويل المصغر، لكن هناك أيضا ما نسميه الاف اس أو الخدمات المالية. هناك الكثير من الزخم حول الخدمات المالية الرقمية، والأمر الذي أشرت إليه من قبل هو أن توفير الأموال عبر الهاتف الجوال وفر خدمة سوية منذ فترة. وبالفعل تذكروا أننا نتحدث عن المشكلة التي نحاول حلها حقيقة، هي مشكلة يعاني منها 1.7 مليار شخص ليس لديهم قدرة للوصول للخدمات المالية الرسمية، لكن 1.4 مليون شخص منهم لديهم وصول لخدمات للتمويل عبر الهاتف الجوال. في منطقتنا النسبة تصل إلى 80% من الناس. مع زيادة الشرائح هنا، هي الشرائح، نعم. ذلك هو الوعد الذي تقدمه الخدمات المالية الرقمية. نقول نعم، انتظروا لحظة. إذن لديكم، كان عليك أن تذهب إلى تقوم أولا بإنشاء فرع وأن تعرف المجتمع المحلي، وبعدها لو أنك مصرفا لابد أن تضع ماكينة الصراف الآلي وما شابه. بدلا من القيام بكل هذه الأمور، يمكن للناس أن يستخدموا الهاتف الجوال. كان ذلك وعدا رائعا، وبالفعل خلال تجريب هذا النظام كان هناك الكثير من المزايا، لأن الخدمات المالية الرقمية ما قامت به أنها قامت بشكل سيء للغاية، خفضت من التكلفة التشغيلية. فالبنك التقليدي يكون لديه تكلفة ما تصل إلى 100,000 دولار. لو أنك وضعت فرعا صغيرا فإن الفرع الصغير يؤدي إلى تكلفة منخفضة، لكن لو قلت لن يكون لدينا ماكينات أو أشخاص يقومون بذلك الأمر، كان لدينا بسبب ماكينة الصرف الآلي تمكننا من خفض التكلفة أيضا. إن تكلفة ماكينة الصرف الآلي تصل إلى 10,000 دولار، وتقول إذن دعونا نمضي خطوط الأمام ونتحدث مع الأشخاص الذين لديهم منافذ يمكن من خلال منافذهم أن يقوم بصرف الأموال، وبالتالي انخفضت التكلفة إلى 2,000 دولار. وبعدها عندما نتحدث عن خدمات الجوال تنخفض التكلفة، وكان هناك حلما بأن يكون لدينا تعاملات لا تلامسية بالنسبة للتكلفة، بالتكلفة النقل والأموال النقدية، وبالتالي يتم خفض التكلفة إلى صفر افتراضية، لكن تكاد تصل إلى الصفر. طبعا هذا ما حدث خلال السنوات العشر الماضية. إحدى الأمور التي بدأنا ندركها خاصة خلال فترة تفشي جائحة كوفيد-19، لا يمكننا أو لا يسعني أن أخبركم بالعدد الضخم من الأشخاص والدول والأفراد الذين استفادوا خلال فترة الجائحة من هذه الخدمات. لابد أن نقدم خدمات للأشخاص بصورة رقمية. كيف نقوم بذلك؟ عادة لابد أن تكون مستعدا، لابد أن يكون لديك تشريعات وبنية تحتية بالطبع ومقدمي خدمة. لكن كان هناك الكثير من الحوارات المثيرة للاهتمام في ذلك الصدد التي جعلتنا ندرك أنه ينبغي أن ننتظر لحظة، من هم الأشخاص الذين نخدمهم؟ هذا أمر سيئ بالفعل، لأن الكثير من الأعمال والخدمات المالية على الأقل كل شيء يرتبط بالمحافظ التي توجد على الهاتف الجوال، إلى أن يكون هناك ثقة في النظام ويبدأ الناس في الحصول على الأموال النقدية والإنفاق. فكروا فقط في كيف يمكن أن تكون في تعرف في شراء أي شيء تشتريه في الدول النامية عادة بالأموال النقدية. إذن مسألة الانتقال إلى التحول الرقمي هذا يخفض من ضرورة التعامل مع الأموال النقدية السائلة،
إذن ما زلنا نسير في ذلك الاتجاه، وماذا علينا أن نحقق ذلك الأمر؟ ولقد ذكرنا التمويل المصغر من قبل وما شبه الأمور، لكن الوعد المطبق خدمات المالية أن هناك الكثير من البدائل في هذا الصدد، وكان لدينا الكثير من الترتيبات اللوجستية في مسألة القيام مثلا باستبدال هذا الأمر بالخدمات الرقمية. نعم، إنه هل هو الأمر نفسه لو عملنا مع الأموال؟ وهنا بدأنا نتحدث عن نقل الأموال ومسألة التعامل بالأمور المالية عبر الهاتف الجوال والحصول على الخدمات المالية. أصبح لدينا الكثير من الأشخاص والكثير من الامتيازات في هذا الصدد، وبالتالي الخدمات بدأت حقبة الخدمات المالية عبر الهاتف الجوال. وجاء ذلك من خلال الأشخاص شهدوا فرصة واعدة في هذا المجال، ومؤسسة مالية بدأت تستفيد من مسألة تغطية الفجوة الموجودة في الاحتياجات المالية في هذا الصدد. وبالتالي لو أنك تستطيع أن تستفيد من هذه الخدمات المالية الرقمية، هل يمكن أن توفرها بنفس المستوى للمجتمع؟ وهذا لدى مسألة بعض الدول التي تقدم خدمات ائتمان رقمي. إذن السؤال هو، هل أنت جئت للدخول إلى هذه الخدمات لدعم حياة الناس والاستدامة دخلهم؟ هذا سؤال لا نعرف له إجابة حتى الآن. شكرا لك نادين. كان لدينا سؤال حقيقة من قبل وأحاول أن أجده الآن في الأسئلة، لكنه كان سؤالا مرتبطا بالبلوك تشين، تقنية البلوك تشين، وما يمكن أن تقدمه في مسألة دعم الشمول الرقمي ووصول لمسألة الشمول الرقمي. شكرا على هذا السؤال، لقد كان سؤالا جيدا يرتبط بالبلوك تشين. هل يمكن تقنية البلوك تشين أن تلعب دورا، أم أن هذا يمثل قصة مختلفة؟ إنه سؤال رائع بالفعل وسؤال مميز، لكن البلوك تشين هي نوع من أنواع التكنولوجيا. إن لدينا ما نسميه تكنولوجيا السجل الموزع أو التكنولوجيا البلوك تشين، إنها كانت تكنولوجيا تجريبية في قطاع الخدمات المالية على مدار حوالي 3 أو 4 سنوات ماضية قبل تفشي الجائحة. كان هناك انتشار كبير لها. كان الهدف الأساسي نقول يمكن أن نقوم بإزالة الارتباط بالنقاط الفرعية في الخدمات المالية المادية، وأن يكون هناك عندما يأتي بدأ الاتصال بالإنترنت، كان في الماضي كان علينا أن نقوم بنقل الأشياء بصورة مادية من منطقة ألف إلى منطقة باء في مدار 10 أيام أو ما شابه، لكن مع البريد الإلكتروني أصبح بوسعنا أن ننقل الرسائل بدلا من البريد وما شابه في ثانية واحدة. لو أنني علي أن أتيك بشيء معين إلى دبي مثلاً، ويستغرق الأمر 6 أيام أو 6 ساعات لو أنا داخل الدولة. إذن ربما في مسألة نقل الأموال النقدية السائلة مجدداً، هذا أمر مكلف وبه صعوباته أيضاً، لكن كان هناك الكثير من التطبيقات الخاصة بالDLT للخدمات المالية. الوعد الذي قدم في هذا الصدد أو الرؤية في هذا الصدد أن هذا من شأنه أن يمكن الأشخاص من نقل الأموال بسرعة بالغة بكل أنواع الضوابط المطلوبة في هذا الصدد، لأنه مقارنة بالبريد حيث معظم الأحيان أرسل إليك خطاب إذا لم يصل إليك في حالة استثنائية يمكن يتم إعادته، لكن هناك مخاطرة في هذه الحالة عندما نرسل أموالا ولا تصل إلى شخص المعني مثلا. هنا المشكلة أصبحت أكثر ضخامة وأكبر خطورة، وبالتالي لم يغب الأشخاص في استخدام هذه الخدمات. إذن التكنولوجيا DLT أو السجل الموزع تقول دعونا نرسل المعلومات تنتقل عبر سلسلة طويلة للغاية إلى من نقطة ألف إلى نقطة باء. ولو أنني استخدمت هذه التكنولوجيا قد أقوم بذلك بصورة أسرع، بطريقة آمنة، وبطريقة تضمن لي عدم خسارة الأموال، والطرف الآخر لن يخسر أي أموال خلال المعاملة المالية. ما زلنا بحاجة إلى بعض الوقت لتكنولوجيا السجل الموزع لكي تصل إلى مستوى النضج أو تكنولوجيا DLT. الكل بالطبع يتحدث عن استخدام تكنولوجيا بلوكتشين وغيرها من التقنيات الحديثة، وأن هذا كله سيرتبط أيضا مسألة تأثير استخدام هذه التكنولوجيا على المناخ، لأنها تكنولوجيا ملوثة للبيئة للغاية. هذا رقم واحد. رقم اثنين، هل تحتاج بالفعل لكل معاملة مالية أن تحصل على ربما أيا كانت العملة 100
تحصل عليه من الاي تي ام او مكنسة مثلي، او هل تحتاج الى هذه المعلومات لكي تظل هنا وتظل موجودة في سجل الى الابد؟ الاجابة هي الاغلب لا. فلابد ان نفهم بالطبع ما هي التطبيقات المناسبة لهذه التكنولوجيا في القطاع المالي، وكيف يمكن ان تساعد حقيقة، أن تساعدنا وتساعد الفئة التي نعني بها من السكان، وهي الفئة الأقل دخلا في أدنى أو في قاعدة الهرم للدخل. لقد مرت 41 دقيقة، وبالفعل كان لابد أن نصل إلى سؤال يرتبط بالبيتكوين بالتأكيد. شكرا جزيلا. ما هو دور العملات الرقمية المشفرة في الخدمات المالية الرقمية؟ فقط 15 ثانية حول هذا الموضوع. العملات الرقمية المشفرة، الأمر نفسه حقيقة نفس المشكلة ترتبط بنقل الأموال، كان على الناس لهم مشكلة في نقلها، وتسأل الناس لماذا تستغرق وقتا طويلا ولماذا الأمر معقد. ربما هذا هو الأسلوب، ليس الأسلوب الأمثل لنقلها، لكن هذا ما أقصى ما أستطيع أن أقوم به الآن. هل هناك وعد باستخدام هذه السجلات؟ ربما في السنوات المقبلة. دعونا ننتقل للسؤال القسم التالي، لأن كثير من الأمور نغطيها. إذن القسم التالي، ركز على جائحة كوفيد 19 على مدار العام والعام النصف الماضي الذي كانت الجائحة فيه تغطي حياتنا. إذا نتحدث عن الخدمات المالية والمؤسسات المالية التي كانت أيضا تلعب دورا كبيرا للغاية، لأنها تستطيع أن تصل إلى الدول النامية وتصل إلى ذلك العدد الكبير من الأشخاص الذين يعملون في الاقتصاد الرسمي. إذن ليس لديهم رقم ضرائب، وليس لديهم حساب بنكي، ولا يعرفون كيف يصلون إليه. إذن الدول كانت تحاول حقيقة أن يكون هناك تيسير لعملية نقل الأموال هذه. إذن فقط هذا اسم بياني يذكرنا بأن ما كنا نمر به على مدار العام ونصف الماضي حقيقة هو أمر يمثل أحد أكبر الأزمات التي تعرضنا لها، على الأغلب أسوأ بكثير من أكبر أزمة عالمية مالية حدثت عام 2007 و2008. إذن هذه التداعيات التي علينا نعيش معها على مدار سنوات مقبلة. إن هذا أمر سيء في سياق الأشخاص الذين نعني بهم، الفئات الأقل دخلا. قمنا بعدد من الدراسات، أنا وغير من الزملاء قمنا ب شهادة طلعة الأمر في طرف العالم، والأشخاص الذين لديهم دخل منخفض شهدوا انخفاضا من 50% في دخلهم. الأمر ليس أنها بالفعل هذه النقطة فقط، لكن مسألة أن يكون هناك أموال أقل. هناك مشكلة كبيرة ترتبط بالسؤال اليومي، كيف سأقوم بإطعام نفسي وأسرتي إذا لم أكن أعلم، إذا لم أكن أعمل، حتى لو اضطررت أن أخالف القانون وأعمل؟ إذن الكل حولي لا يعمل، ولا يوجد طلب على خدماتي أو على منتجاتي. إذن هذا هو رقم واحد. الأسر نفسها أصبحت غير قادرة على الوفاء باحتياجاتها الأساسية. للمرة الأولى كما تعرف في الأخبار، حقيقة مشكلة في الوصول إلى مستوى الجوع، وهذا الأمر بدأ يرتفع مجددا بالحديث عن رواد الأعمال. الهدف الثاني الموجود لدينا في الشمول المالي، ثلثهم حقيقة قالوا إن دخلهم من الأعمال قد انخفض، وهذا الانخفاض قد يصل إلى نسبة 50% أو أكثر. إذن بالتأكيد بعضهم رواد الأعمال هؤلاء تمكنوا من أن يتحولوا إلى قنوات رقمية، بعضهم كانوا لديهم خدمات أساسية مثل مثلا خدمة البقالة، فيمكن أن يعملوا خلال فترة الجائحة. كان لذلك تأثير كبير للغاية على الفئات الأقل دخلا، كما أن الأمر قد أثر أيضا على الفئات المتوسطة الدخل وغيره. نتوقع في السنة المقبلة أن يكون هناك مؤسسات خدمة هؤلاء الأشخاص، لأنه في مرحلة ما عندما يكون لديك قرض ولا تستطيع سداده، ولو أن لديك مدخرات، لديك ممتلك رائعا فمدخراتك يمكن أن تدعمك، لكن المؤسسات التي كانت تقدم هذه الخدمات وتتحمل التكلفة، إذن ماذا لديك موظفيك لكن لا أحد يعمل، وبالتالي سيكون هناك تأثير على القطاع المالي أيضا نتيجة للجائحة. بالعودة إلى الشق الرقمي لهذا الموضوع، إن الخدمات المالية الرقمية أصبح لها دور لا غنى عنها في تقديم الدعم المطلوب، وبالتالي نظرنا في حوالي في التعاون مع
85 حكومة في عدد كبير من الدول، 56% استخدموا الحسابات المصرفية، أو كما قلنا المعاملات القائمة على الحسابات المصرفية يتم تقديمها من خلال مقدمي خدمات الهاتف الجوال ومقدمي خدمات الإنترنت وغيرها لدعم ثلثي السكان في هذا المجال. إذن مسألة منع به في المستقبل، وكذلك الإدراك بأن كل الجهود التي قمنا بتنفيذها في ذلك القطاع لا بد أن تتضافر لضمان تحقيق النجاح، وبالتأكيد هناك الكثير من العناصر الحاسمة في هذا الصدد. نعم لقد مع زيارة النادين يبدو أنه انقطع الاتصال بك لدقيقة، هذه معلومات متاحة لموقعنا، أعتذر عن ذلك لكنك عدت إلينا وهذا هو الأمر الأهم. لقد كان ذلك عرض تقديمي رائع النادين، شكرا لك، لكنك بالفعل وصلت إلى هذه النقطة. لدينا الكثير من الأسئلة عن جوهر حوارك اليوم. الكثير من الأشخاص قالوا يعجبون هذا العرض التقديمي، هل يمكن أن نحصل على نسخة من هذا العرض التقديمي؟ أين يمكن أن نجد هذا العرض التقديمي؟ أعلم أنك أخبرت الناس أين يمكن أن نجده، لكن ربما انقطع الاتصال بالإنترنت قليلا. هل كررت كيف يمكن أن نحصل على نسخة من هذا العرض التقديمي أو المواد الأخرى التي قمت بوضعها في العرض التقديمي؟ نادين، أعتقد أننا فقدنا الاتصال بنادين، ما سأقوم به فقط إلى أن تعود الاتصال بنا على الإنترنت. سوف أستعرض بعض الأسئلة التي هي طرحت خلال هذه النقاش. نعم لقد عدت، مرحبا نادين عادت. نعم بدأت أتواصل معكم عبر الشبكة 4G، شبكة الهاتف الجوال، أن اتصل بالإنترنت متقطع. هل تستطيعون سماعي عبر الإنترنت الآن؟ نعم أستطيع سماعك بكل وضوح نادين، نعم أستطيع أن أسمعك بوضوح. هذا يوضح بعض التحديات المرتبطة بالشمول الرقمي والخدمات المالية، إنها تحديات حقيقية وكلنا نتعامل معها. تخيل لو أن هذا حدث مع حسابك المصرفي ولا تستطيع أن تصل إليه، وليس لديك أو لديك انقطاع في الكهرباء، تلك أسئلة حقيقية بالفعل لابد أن نفكر فيها. وأنا واثقة أن المستقبل سيكون بين أيدي هؤلاء الأشخاص الذين يستطيعون الدمج بين أمرين، التعامل الذي به تلامس كبير و التعامل الرقمي يكون بأكثر صورة بها كفاءة وفعالية طالما أنها متاحة. هذا معناه توفر الكهرباء وتوفر الإنترنت. أمر رائع. لديك الكثير من الأسئلة هنا، البعض يقول لقد اختفت الأمر عن الشاشة، لكن الكثير يقولون يا له من عرض تقديمي رائع، لقد أعجبنا العرض التقديمي للغاية. إذن أنا بالفعل أستمتع بالعرض التقديمي هذا أيضا. أين يمكن للناس أن يحصلوا على المزيد من المعلومات بشكل سريع خلال 10 ثواني؟ كيف يمكن أن يحصلوا على ذلك؟ لأننا يرغبون في الاطلاع على مزيد من أعمالك. لقد ذكرت من قبل cgap.org أن هذا موقعنا cgap.org، إن كل شيء ذكرته لحضرتكم موجود على موقعنا ويسر الطرف عليه في موقع cgap.com، إنه منظم ولكن كثير بعدة سبل، ويمكن أن تعرف ما نقدمه من مختلف النقاط في وتتواصل معنا عبر الموقع الإلكتروني وتتواصل معنا عبر تويتر وعلى موقع فيسبوك ولينكدين، تتواصل معنا أيضا وتجد كل المعلومات الهامة، ويسعدني اتمام جمع أسئلة حضراتكم عقب ذلك أيضا. رائع، دعونا نجيب على بعض الأسئلة التي جاءتنا باللغة العربية. محمد عبد القادر قال هل هناك علاقة بين التمويل العقاري والشمول المالي؟ سؤال وجيه. تذكر نحن نتحدث عن الأشخاص الذين هم في قاع الهرم من حيث الدخل، أي دخلهم أقل من 10,000 دولار سنويا، نتحدث عن أشخاص بالفعل فيما يرتبط بأشياء أساسية أحدهم نراها أكثر من غيره، هم في قاع الهرم من حيث الدخل في مركز الجزء السطحي أكثر من الجزء العلوي. نرى الكثير من التحسن خلال خدمات المالية. تذكر صورة المزارع في بيرو عندما يحصل على الأموال يستطيع أن يحسن من مستوى النظافة وتوفر الخدمات الصحية وخدمات الصرف الصحي والمطبخ والغاز وما شابه. كذلك أيضا القدرة على الحصول على السكن أمر لا غنى عنه. لدينا عدة مؤسسات تخصصت في مساعدة الأشخاص من ذوي الدخل المنخفض في الحصول على خدمات السكن. هذا يشير إلى عدد من الموضوعات الأخرى، على سبيل المثال مثلا معظمهم يعيشون في مناطق صعبة الوصول إليها، وبالتالي لابد أن ينتقلوا إلى مناطق أفضل ليكون هناك قدرين استفادة من الفرص. لكن بصفة أساسية الكثير منهم يمكن أن يتم انتشالهم من الفقر بصورة مستدامة
تسمح لأن يكون لديهم سكنهم الخاص. تذكر أيضا تحدث عن الخدمات المالية للأشخاص وللأسر منخفضة الدخل، تحدث عن كميات صغيرة للغاية. الأمر يؤدي حتى بالكميات الصغيرة هذه إلى توفير قدر من الثبات في الدخل والاستفادة من الفرص على المدى الطويل. هذا يمكنك أيضا من أن تخرج من الفقر، لكن هذا ليس معناه أنك سوف تنتقل من قاعدة الهرم إلى أعلى الهرم وتكسب أكثر من 10,000 دولار سنوي. هذا يكون انتقال بطيء يمتد إلى الجيل التالي. بقي لدينا 8 دقائق، لدينا أسئلة سريعة للغاية. نعم، إجابة في 30 ثانية. هذا السؤال جاب اللغة العربية. لم يذكر اسم مطعم. أي دولة تمثل النموذج المثالي لتطبيق الشمول المالي؟ لا توجد دولة واحدة أقول أنها هي التي أمثل، لكن عموما كينيا في خدمات الهاتف الجوال الخدمات المالية، وغانا في خدمات التمويل، وبنغلاديش لا نستطيع أن نتجاهل نموذجها، والهند هذه الفترة لأنهم يدمجون التمويل المصغر بالخدمات الرقمية بطريقة فريدة للغاية. مايس إشبال تسأل سؤالا، يقول حقيقة في منطقة الشرق الأوسط شمال أفريقيا 1.8% من السكان كما قرأ لديه القدرة على الحصول على تمويل مصغر. يقول هذا نصف المستوى الموجود في آسيا أو أمريكا اللاتينية. يقول إن المغرب وضعها جيد، لكن حتى هناك النسبة أقل من 1% من التمويل المصرفي يأتي بصورة تمويل مصغر. لماذا منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متأخرة عن جنوب شرقي آسيا وأمريكا اللاتينية في هذا الصدد؟ انضم إلي في محاولة تحسينها، هذا ما نسعى إليه. نحن على علم بذلك، نحن هناك مشكلة إن المستويات الانتشار هي الأقل في وجهة نظري. هذا لأننا لا نقدم ما يكفي من الحوافز المطلوبة في المنطقة. نحن نقدم على الأغلب قروض، الطلب على المدخرات أعلى ب10 مرات. عندما نذهب إلى آسيا يمكن أن تقوم بالأمرين الاثنين، يمكن أن تدخر ويمكن أن تقترض أموالا، وتلك في هذه الحالة تتسع القاعدة بشكل. لو ضعنا حتى أنا خلال الحرب وحتى اليوم إن قاعدة العملاء تزداد هناك لأن لديهم البنية التحتية المناسبة للادخار، وهذا أمر أساسي لا غنى عنه. يكتب شمس الدين، وربما يكون ذلك موضوعا بعيدا عن حديثنا، لكن يقول شمس الدين ماذا عن الموقف في أفريقيا خاصة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء؟ إن هذا في أطراف المنطقة هنا، هل لديك أي تعليق على هذه المنطقة؟ في الحقيقة أنهم في صدارة المشهد. لو نظرت إلى مؤشرات الدخل لقد تحسنوا أكثر بكثير من منطقتنا فيما يتعلق بالحصول على الخدمات المالية. ذكرت كينيا، ويمكن أن نتحدث عن تنزانيا وغانا ورواندا. هناك الكثير من التجارب في الخدمات المالية المصرفية والكثير من الأمور الرائعة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء سوف تحدث هناك. لدينا سؤال عن سؤال من حمادة يوسف. شكرا حمادة. التأثير النفسي للدفعات المالية والدفعات المؤتمتة، البعض يقول بالنسبة لنقد الرقمنة أو التحول الرقمي أو تقديم خدمات رقمية لأشخاص منخفضي الدخل، لو لخصت سؤاله بشكل سريع، لو أنك اشتريت شيئا بأموال ملموسة وأموال نقدية فتشعر بتأثير نفسي قوي عندما تنفق الأموال، لكن من الناحية النفسية عندما تدفع عبر الهاتف الذكي هذا يجعلك لا تشعر بهذا التأثير الكبير، هل هذا أمر حقيقي؟ هل يوجد ذلك التأثير؟ هذا السؤال الوجيه. هناك كثير من الأبحاث التي أجريت على السلوكيات وعلم السلوك فيما يرتبط بالخدمات المالية. مجددا نقول هذا الأمر نفسه عندما يرتبط بالحسابات المصرفية، لو عندك حساب مصرفيا فهذا يشعر أنك تنفق المزيد من الأموال مقارنة بما لديه أموال نقدية. هذا يعتمد حقيقة على الأشخاص ويعتمد على السياق، لكن ما نعرف يقينا أن الجوانب السلوكية المجددة من خلال عدد من المشاريع الأبحاث التي أجريناها أوضح أيضا أنه يمكنك أن توائم سلوكيات الأشخاص وتوجهها في الاتجاه المناسب، ويمكن أن تساعدهم على تجنب الغرق في الديون، وهذا مجال كبير من العمل مجددا. إذا بالموقع الإلكتروني وانظر في هذه الأمور ستجد الأمور السلوكية. وليد يكتب، وليد النقيب يقول ما دور التمويل الإسلامي أو التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية؟ هذا سؤال وجيه للغاية. لقد قمنا بالكثير من العمل فيما يتعلق بالتمويل الإسلامي. دوره أرى حقيقة كتمويل أخلاقي، فهناك دور كبير وحاجة كبيرة اليوم للتمويل الأخلاقي والمنتجات الأخلاقية التي تقدم، لكن الأمر الأكثر صعوبة اليوم هو توفير نموذج العمل المناسب. إما أننا نتخطى
فلسفة المنتج نفسه، أو أننا نحاكي منتجات موجودة لكن نعيد تسميتها ونعيد صياغتها بشكل مختلف خلال عملية أطول أحيانا. إذن هذا يرتبط أن هناك الكثير من العمل الذي يتم في مسألة إيجاد المنتج المناسب الذي يمكن أن يظل مناسبا بصورة أخلاقية. لم نصل إلى تحقيق ذلك، لكننا نأمل أن نتمكن من ذلك الأمر. وبالتأكيد هذا أمر يمثل هدية من العالم الإسلامي إلى العالم بأسره. كان لدي سؤال من قبل لا أستطيع أن أجده في الأسئلة والإجابات، لكني سأحاول أن ألخصه وأتذكره. السؤال يقول بصفة أساسية: كيف ننشر التمويل المصغر بمقدارته في المناطق التي يوجد بها حظر اقتصادي في هذه المنطقة، لتوسعة نطاق ذلك أيضا لمناطق النزاع؟ أشرت إلى اليمن من قبل. بالطبع لا ننظر في نطاق السياسة هنا، لكن هناك نقطة عامة: عندما يكون لدينا هذه التحديات الضخمة التي تضاف إلى كل التحديات الأخرى في أماكن يعيش فيها الناس في دخل منخفض، كيف نقوم بنشر التمويل المصغر؟ عليك أن تواصل. في أي شخص في أي منطقة يوجد فيها حياة دائما هناك معاملات مالية، هل يمكن أن تقوم بذلك؟ اذكر ما قلنا من قبل أن الكلمات مهمة، أن يتم الأمر بصورة رسمية وبصورة مستدامة. أحيانا نعم ذكرت اليمن أن الناس ما زال يحتاجون إلى أن يأكلوا ويشربوا ولا بد من وجود معاملات لديهم، وما زال لديهم قدرة على المعاملات الرقمية، وأحيانا لا. وحقيقة عندما نتحدث عن العمل غير رسمي، الناس يستخدمون الخدمات الرسمية وغير الرسمية، الأمر الأهم هو الخدمة، لكن هذا ليس معناه أنها ستكون مستدامة على مدار الوقت، وهذا هو التحدي، وهو تحدي صعب للغاية. آخر سؤال أعتقد عدنان أحمد يقول: هل هناك أي أمثلة للمصارف الضخمة أو الكبيرة التي قامت بإسهامات كبيرة للتمويل المصغر ومبادرته في هذه المنطقة؟ في هذه المنطقة تحديدا لدينا بنك التمويل في اليمن وبنك الأمل وبنك الكويمي، ولدينا مصارف تمول مؤسسات التمويل المصغر في المغرب، لدينا الكثير من الأمثلة وبعض الأمثلة في مصر. بنك مصر على سبيل المثال يقوم بدعم التمويل المصغر وأحرزوا بعض النجاح حقيقة، لكن عالميا من الصعب للغاية أن نجد حالات لمصارف تقليدية تقوم بذلك. فالمصارف ليس لديها رخصة لتنفيذ التمويل المصغر، بل هي تعمل حقيقة على نطاق واسع، وهذا ليس في نطاق أعمالهم. علينا أن نترك الأمر هنا، لقد نفذ من الوقت الساعة 6 بتوقيت دبي التي أنا موجود بها، لقد كانت ساعة رائعة. أترك آخر كلمة إسماعيل عبد الله الذي يقول: هذا عمل رائع للغاية، لقد جعلتوني سعيدا للغاية. شكرا لك، شكرا جزيلا، أشكركم شكرا جزيلا، شكرا لحضرتكم. لقد حظينا بحوالي 1000 شخص في ذروة الاتصال بهذه الجلسة، إن هذه الجلسة الأولى التي أشرف عليها في سلسلة حوارات المعرفة، لكنها سوف تتواصل مجددا. عبر عن خالص شكري وتقديري لمؤسسة محافظة راشد المكتوم للمعرفة، وأيضا توجه بخالص شكري وتقديري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية أيضا، ونتطلع للمزيد من هذه الحوارات. وأخيرا لمتحدثتنا اليوم نشكرها على وقتها من سيجاب، ممثلة مؤسسة سيجاب في العالم العربي، لقد سعيدنا للغاية بذلك، ونشكركم شكرا جزيلا. شكرا لكم، شكرا ريتشارد، شكرا لكم، شكرا 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 جزيلا للمنظمين، أشكركم شكرا جزيلا، شكرا.